السلام عليكم. وليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار، الاماراتيين ولاو كيديروا نفس الخدمه اللي كنديروا حنا، والاشكال هو انهم عارفين الشاده والفاده على من حشرنا الله معهم في الجوار، وداكشي اللي كنا كنديروا هاد السنوات كانوا واصلهم وعارفين كلشي، وها هما ناضوا ليهم وبداو كيحطوه ليهم في السطل. وهادشي اللي كيديروا الاماراتيين غادي يزيد يساهم على ان الخليج كامل يعرف مع من حشرنا الله في الجوار، وعلى من كنا صابرين طيله هاد السنوات. سمع شنو كيقولوا الاماراتيين، تمعن مزيان حتى هما صبروا عليهم شحال من مره وتجاوزوا ليهم شحال من مره وهما ناضوا ليهم دابا. أنا أنت تحدثني وأنت الآن لا زال 98% من اقتصادك يعتمد على بيع الغاز لإسرائيل وللغرب، وأنا أتحدث معك 86% من الناتج المحلي القومي هو من يعني إيرادات غير نفطية، فأنا لا يمكن أن أكون أنا وأنت في نفس الميزان. هذا يعني يجب أن تعيه جيدا وتؤمن به، لأن هذه هي الحقيقة. للأسف أنت متخلف، لا يمكن أن يعني أتقبل من شخص نقد لا زال يقف في طوابير لكي يحصل على قوت يومه، وأنا أستخدم كل التطبيقات الإلكترونية الذكية. لا يمكن أن أقبل أو أن أتماشى مع طرح من يحاول أن يسيء لي وهو يعني يقبع في الفساد الإداري والمالي في بلده، يعني ويثقل كاهل طبعا مواطني، وأنا طبعا يعني لدي يعني أرقى خدمات ولدي تعليم على أعلى مستوى ولدي صحة على أعلى مستوى ولدي بنية تحتية على أعلى مستوى ولدي اقتصاد من أكبر اقتصادات العالم ولدي تطور في التكنولوجيا وفي كل مناحي الحياة، ويأتيني واحد فاسد يقبع في الفساد ويغوص فيه ويعتقد أني أنا ممكن أني أتأثر بكلامه أو شتمه أو حتى طرحه السيء. لا لا يا أخي، أنا تخطيت هذا الأمر من زمان، ونظامي بني على المصلحة الخاصة بي. إذا تحدثت معي وكان لديك طرح أهلا وسهلا بك، شريطة أن يكون هذا الطرح فعلا يعني طرح حقيقي، لكن أنك أنت تحاول الإساءة لنا لمجرد أنك أنت تبي تمرر بعض المصطلحات أو بعض الاتهامات التي لا تملك عليها دليل، إلا الدافع الوحيد لها هو حقدك وحسدك والكره الذي تحمله لنا وللعرب أيضا. لا يمكن، نحن لسنا أصحاب شعارات ولا يمكن أن تتاجر بنا، سنجعلك أنت معزول ونحن نصعد، وأنت ترانا نحن نصعد ونحرق كل أحشائك وأعضائك الداخلية. لسنا مجبرين أيضا على تبرير المواقف أبدا لمن يسيء الظن بنا، أبدا لم نكن مجبرين. من يعرفنا جيدا يفهمنا جيدا، فالعين تكذب نفسها أن أحبت، والأذن تصدق الغير إن كرهت، وهذا واقعكم. يا ما أدري إيش أقول عنكم. العربي يعاني من الحليب ويعاني من العدس ويعاني من السكر ويعاني من الطحين. يعني حقيقة اللي فاجأني أنه اقتصاد بنغلاديش أفضل من اقتصاد الجزائر، اللي هم يضحكون على بنغلاديش. زين، بلد اعتمدت على الصادرات مع الأسف الشديد، يتكلم يقول لك مع الكيان. الجزائر بغت تتفق مع الكيان، ولكن الكيان رفض الاتفاق معها لأن دولة لم تنل على استغلالها لحد اليوم. دولة يعني ما حصلت ورقة الاستغلال من فرنسا لليوم، دولة ما زالت مستعمرة وهي تمشي في أمر فرنسا، وفرنسا تمشي في أمر الكيان. هذا واقع، والدليل على هذا في 9 أكتوبر بعد الحرب، الرئيس الأمريكي إجى للكيان، رئيس فرنسا إجى للكيان، رئيس وزراء بريطانيا، رئيسة وزراء إيطاليا، رئيس وزراء أستراليا، رئيس وزراء كندا. الدول العظمى هذه إجت للكيان تطلب رضاه،
اليوم الكيان هو اللي يتكير مع الأسف الشديد. لو بتقول له والله أنتوا تبيعون الغاز وما تبيعون الغاز، أنا أستغرب يعني. حتى لما الرئيس الإسرائيلي في قطر يشكر الجزائر على دعمها للكيان ولا يعلقون عليه، ويرجع مرة ثانية إلى 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 تل أبيب وينشرها في تويتر يشكر فيها الجزائر على دعمه للكيان، ونلقاهم أن هم يتغنوا ويتبجحوا بدعمهم لفلسطين. الجزائر قدمت 110 طن مواد غذائية أغلبها فاسدة عن كلام الفلسطينيين أنفسهم. الإمارات قدمت 21,000 طن، يعني شوف المفارقة بين 100 طن وبين 21,000 طن. الإمارات عندها مستشفيات ميدانية في وسط غزة وفي رفح، الإمارات عندها مصابين يعالجونهم في الإمارات ما يخفي على أحد، من ضمنهم الأطفال المصابين، من ضمنهم أمراض السرطان. فلذلك أنا كيف أتكلم مع دولة محاصرة من جميع جيرانها؟ أنا أول مرة أشوف دولة يزورها رئيس موريتاني مثلا جاره ويحاولون اغتياله. دولة دم حياتها كلها دم وشتات وسب وقذف وتطاول، وأستغرب أنه هاي البلد هل فعلا فيها مدارس؟ هل يدربون أولادهم؟ هل يعلمون لهم وهم يدرسونهم؟ ما جيت واحد فيهم يصعد على المنصات ويتكلم بأدب ويتكلم بأخلاق. إذا حشرته على زاوية بدأ يشتم ويسب ويتهجم على الدول الخليج. أنا مستغرب من هذه البلد اللي عدد سكانها 45 مليون، وفي إحصائية ثانية 49 مليون. مع الأسف الشديد يتكلمون ولكن ما في فعل حقيقة، لا يوجد هناك فعل. أنا أستغرب من بلد أن تكون ميزانيتها محصورة عن وزير النفط يهرب يرحل أولاده إلى 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 أمريكا ويطلع لهم جنسيات أمريكية ويحول 62 مليار دولار إلى حسابه، والطالب الجزائري فيه يقول لك والله هذا أمريكي، هو عائلته، أنا ما أسلم فرد أمريكي لبرا. أنا أستغرب من الدولة اللي مش قادرة تأمن. تعرفي أنه حرموا دخول أي سيارة عندهم في البلد، والبلد ما تصنع سيارات. يعني إذا شفتي سيارة في 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 الجزائر موديلات تعلق شيء 2009 و2019 والنوع الرديء جدا من أرض السيارات في العالم الموجودة عندهم. أنا أستغرب من بلد لما تعمل هاي واي وتعمل عمود الكهرباء في نص الشارع، هل فعلا فيها مهندسين يخططون لهذه البلد؟ 70 قتيل على عمود الكهرباء بتصريح الصحافة من الصحافة الجزائرية، والعمود ما زال قائم. من بنى هذه البلد حقيقة يعني؟ من بناها؟ وهم يتطاولون ويتكلمون ويسبون ويغرفون. أنا أستغرب من رئيس دولة يطلع على التلفزيون يقول 15 كلمة 14 منهم كلمة كلها غلط. أنا أستغرب من رئيس يقول والله سنزرع الحليب للجزائريين. هذه حقيقة يعني مؤسفة. مع الأسف الشديد أنا ما أحب أدخل في هذا، لأنه في أكثر من بث دخلت معاهم لا يعرفون الحوار ولا يعرفون الكلام ولا عندهم أرقام، مغيبين عن كل شيء. ولذلك أنا والله يعني حقيقة حتى أنك تفتح بث فيهم خسارة، لأنه شعب مغيب عن كل شيء، مغيب عن كل شيء. ما عنده يعني جوازه والله الدول المجاورة اللي ما يدخلها. أنا أول مرة أشوف جواز دولة عندها غاز وعندها بترول وعندها خيرات رب العالمين، والباسبورت مالها ما يدخل في أي دولة. عندها مشاكل مع مالي، عندها مشاكل مع موريتانيا، عندها مشاكل مع ليبيا، مع الجزائر، مع المغرب، مع النيجر، مع كل دول المحيطة فيها عندها مشاكل. وهذه مداخلتي والسلام عليكم. يعطيك العافية أبو خليفة، بيض الله وجهك. الرأي الآخر. يعطيكم العافية. أولاً أعتقد على غات إن كنتم تسألون عن طريقة الإمارات تحديداً أو التعامل مع دولة الجزائر قبل هذا الخطاب وبعد هذا الخطاب، جاءت هذه ردة الفعل تحديداً من قبل السلطة الجزائر تحديدا من تبون، وكانت إساءة، هو إساءة للجزائر أكثر مما يسيء للإمارات بمثل هذه الأحاديث السلبية.
نتذكر عندما كانت الجزائر تعاني في فترة وجيزة في ولاية النعامة، أعتقد اسمها النعامة أو تلفظ النعامة، فهذه الولاية كانت تعاني فيما يخص المراكز الطبية، فقامت الإمارات في بناء 10 مراكز طبية ومستشفيات في تلك الولاية وتطوير القطاع الصحي في وقتها. وقام في وقتها كان معالي سيف السويدي هو اللي وقع أعتقد هذه الاتفاقية تحديدا في يومها. قدمت دولة الإمارات العربية من صندوق أبو ظبي للتنمية 3 مليون دولار مساعدة مالية للجزائر لدعم القطاع الصحي، وهي اليد التي دائما تغيث وتعين. ودائما كما قلنا أن التعامل مع مثل هذه التصريحات يتم فيما يخص السياسة الإماراتية بالحكمة الموروثة وبالصبر والترفع عن الرد. أما على مستوى هذه المنابر اللي موجودة، لا يوجد أحد بيننا يا بن زايد وحمد أنا غيري من شبابنا شباب البلاد نرد بالدليل وبالبرهان. والله والله لو استفزتونا على استفزاز، لو شتمتم وسبيتم، لن تروا من عندنا لا سب ولا شتم. ما نرد إلا بالدليل وبالبرهان وبشكل مهذب، وعلى مثل ما قلنا نحن على أخلاق شيوخنا بالطيب وبالحكمة. لن نستطيع أن نصل إلى مرحلة سموهم بالأخلاق، لكن نحاول ونحاول قدر الإمكان. شكرا. يضل الله وهيك أستاذ أمجد، يعطيك العافية. شكرا شكرا، اليوم أعطيتنا من وقتك واستأنسنا بوجودك. الحاجة اللي فاجأتني في الإماراتيين هو أنهم عارفين الشادة والفادة على دولة الكابرانات، وهذا كيأكد أن العمل اللي كانوا يقوموا به المغاربة كان كيوصل، وفعلا كنا خدامين على مقولة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله: ولي يعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. فشكرا يا عمي عبد المجيد، زيد عادي الدول، زيد بين للعالم مع من حشرنا الله في الجوار، زيد خلق أعداء جداد باش يعاونونا في نفس العمل اللي كنقوموا به، باش العالم يعرف باننا مجاورين سبيطار ديال الحمى. كان هذا هو الفيديو اليوم، كيف العاده ما تنساش تفرقع لايك وديما مغرب.